قال الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين وفي الأربعين أصل من أصول الدين، إن مرجع جميع الأخلاق التي في الأرض الفاضلة ترجع إلى خلقين فقط. جميع الأخلاق تتفرع من هذين الخلقين، الخلق الأول الشجاعة، والخلق الثاني العفة. يقول كل خلق مثل ماذا؟ الكرم. قال الكرم فرع عن الشجاعة، لأن الإنسان لينفق المال يحتاج إلى شجاعة مع نفسه، عندما تخوفه النفس من الفقر يكون شجاعا ويبذل المال. الحياء يحتاج إلى عفة. كل خلق حميد حسن يرجع إما إلى الشجاعة أو إلى العفة. والشجاعة معناها إقدام، الشجاع يقدم على فعل شيء يخاف منه غيره، والعفة معناها إحجام، يمتنع عن فعل شيء يتجرأ عليه غيره. عفت نفسه عن أكل الحرام، عفت نفسها عن العلاقة المحرمة، وإن كانت نفسها تشتهي هذه العلاقة، إن كانت نفسه تشتهي هذه اللقمة، لكن العفاف منع الإنسان من الإقدام على هذا الفعل. إذن الشجاعة إقدام والعفة إحجام، فجميع الأخلاق في الأرض بين إقدام وبين إحجام. يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن خلق الشجاعة هو ثمرة من ثمار صفة قوية في نفس الإنسان، قوة في الإنسان اسمها قوة الغضب. قوة الغضب إذا اعتدلت هذه القوة صارت شجاعة، وإذا ازدادت عن حدها تعتبر تهورا، وإذا تراجعت عن حدها فضعفت تعتبر جبنا، هذا جبان، لأن ما عنده انفاذا لغضبه على وجه حسن، وهذا متهور. لو أحد كان يسوق السيارة ودخل على سيارته بالخطأ يقوم ويصارع ويضارب، ماذا؟ غضب، لم يستطع أن يضبط غضبه ويظن أنها شجاعة، هذا تهور وليست شجاعة، هذا انفاذ الغضب في غير محله وليس هو المحمود المطلوب في ديننا. إذن فالشجاعة ثمرة لقوة الغضب إذا اعتدلت. قال كذلك العفة هي ثمرة لقوة الشهوة إذا اعتدلت. كيف؟ قال قوة الشهوة إذا اعتدلت أثمرت العفاف. احتاج الإنسان اشتهى طعاما يأكله بالحلال، ما وجد الحلال في الذي يشتهيه من أنواع الطعام يعف يحجم. احتاج الإنسان إلى صلة غريزية بجنس آخر تحركت رغبته وغريزته منعها إلا بالحلال. إذن العفة هي ثمرة اعتدال الشهوة في نفس الإنسان، اشتهاء الإنسان، ميل الإنسان. فكيف يعتدل الغضب ليكون شجاعة وتعتدل الشهوة لتكون عفة؟ قال الإمام الغزالي بأن نسلط عليها قوتين. القوة الأولى قوة العقل، تفكر الاعتبار ما عاقبة هذا الشيء الذي سأصل إليه، والقوة الثانية هي قوة العلم، شريعة. الله قال أن هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا حرام، وعقلي يخبرني أن ما دام الأمر قد جاء من الله ورسوله ينبغي أن ألتزم وإلا خسرت في الدنيا والآخرة. أصبح تسليط قوة العقل التفكير في عواقب الأمور، أنا الآن لو سرقت ربما أنال مكسب بسيط، لكن قد أفتضح في الدنيا فأضيع مستقبلي الدنيوي، وإن لم أفتضح في الدنيا في الآخرة ستكون الفضيحة الكبيرة والعياذ بالله والعذاب الكبير. إذن العقل والعلم إن سلطت قوتهما على الغضب وعلى الشهوة أثمرت اعتدالا يوجد شجاعة ويوجد عفة.